www.tunisienne.com. Yo, تسكوي لاب وده غدوغ واني شامية مدام الراب كيما الدنيا السوس مع الواقف ما تقرانيش احتبه معاك اليوم في حتى كرسي بالواقفة باش نحكم من يوم مع الراب التونسي تسكوي لاب وده غدوغ ليبوب والراب الفوق من غير ما نحكي انا تلصيني مع الملوك برشا الشوك في الورود ما لا عرف مني نتشد هزيلك واردة ما تكرهاش وخشمك عمرك ما تسد هني هوني واقف وحدي نحامي على الليبوب مدام الراب بلد في تونس تخلي الكلها عالتوب ما تسمع كان احلامي وهامي ديما في نفس السر صيب عليك من راب دي برا انت حر نسمع في راب الكل فوضى راب انت عروضة ما ناقص كان باش تغني على مطر والخوضة سي نورمال برشا عباد في تونس تكره الراب حتى انا واحد منهم وليت نكره الراب هذا يا راب خو مش تعبير جسماني تحب ترابي لازمك لمعاني دي الراب ولا فوضى ما ناقص كان باش تغني على المطر والخوضة يا ولدي فيق بالرسمي تحب تغني مش شكاكة لازمك تكون خبير تفهم في الركاكة ناقم من صغرى تكره الحاكم الراب مش قافية وكلمة تراكم ما تصفقش ما قلتلك ما تكودش ما تدخلش الواحد في حكايات ما تهمك الشعبي الباهي والخايب ضم خالط تتبنك في الربعي تفرق زادة بين صحيح وخالط تقريب باش تقول لي احترم الضوء الاخضر رد بالك لا بوليس يعمل لك محضر يا ولدي يحشم شد الثنية هذا يا راب ما مش تربية مدنية نورمال ما نتكلمش مش شي نطق هرب على البيت ولدي تقول في امك مفتك شوف حل عيش اللحظة برا اعمل مطة برا عيش في بلاد الغطة العب مع القطة داخل سوق البصاصين ما غير بصاصة رسم روحك نلزم البس رصاصة اجري مصاصة وقف الصوب شد بلاصة اقرا قصة اعمل خلاصة ابعد من هنا طير راهي ملوك الراب ولدي مش ناوية على الخير يا اخي دراب يقول لي ولا قاعد تفطر استر اسمع روحك قبل وبعد ما تمصدر ابعد من هنا طير راهي ملوك الراب مش ناوية على الخير جيت نحكي في كلام انت راك ما تفهموش تخاف تحشم منه بتقدر ما تحملوش وحوش واقفة وحوش على خط الطوش اللي تطيح فيكم راهي ما ترحموش سا سكيوي لاف واش غاب عندي برشا مو قلتلك قبل ما فهمتش انت تو تفهمني الدرجة كتراني كيف نرابي انت تيحلك المورال من الأدخال جاي نخو حقي ونرجع في الدار تي الراب في تونس من غيري ما يجي شي قديم ظهري قوس منه كي عكاز البي أبي نتحدى كل رابر في تونس بصم بالرواجة وكان فيكم رابر صحيح خليكم يعمل حاجة خاطر جاي باش نكر وين بعد باش نخذي الحاجة كل حاجة في بلاصتها بلاصتي أنا أول حاجة ماك ما تخلطيش خاطرني نعيش في الفيتور وساعات نرجع للحاضر باش تفهم خاطرك تحير في كيف باغي ما عندناش نفس البلاغة انت كلامك من الصديد وانا كلامي الكل صياغة يا اخي ضربي وقل لي ولا تقدموا في الاخبار الجزيرة ربرت تونس في حالة خطيرة البوب التونسي ولدي طالب الاسعاف ضعاف يتغذى كان البوم في العام ويزيد يخاف مانيش نعلم فيك ما انتي تتعلم مني جبت تحسب بالروحك قداش مسؤول انت تسألني هذاك اش ناقص ولدي خلني على النشرة الجوية ازدهار الصناعة والنمو والديموغرافي 16 درجة حرارة في تونس وضوحها 30 عقدة جيش شلوك والمردود الفلاحي ايو تسكوي لافوا تسكوي لاف ودغتو اليوم في حتى كرسي بالواقفة باش نحكم اليوم عم راح تكون في نسكي ويلعب الهدوء ليبوب والراس الفوق من غير ما نحكي انا كلاصيني مع الملوك جرب امشي